السلام عليكم نظامي واجي واليوم دارت القرعة ديال الربع الأبطال الربع الدوري الأوروبي، يعني قرعة كانت دمار، نتائج يعني كانت هتشكوكية مدمرة. يعني غنهضروا اليوم على المواجهات وغادي نتوقعوا من المتأهلين للنصف ونتوقعوا حتى النهائي من سيصل للنهائي في الأبطال وفي اليوروبا ليج. خليكم مع هذا الفيديو التوقعات الأطوار والنتائج ديال القرعة اللي كانت اليوم. غنبداو بالدمار. المواجهة الأولى أخوتي في الشامبيونز ليج اللي كانت بين السيتي ودورتموند. هذا الأصلع غوارديولا دائما محظوظ في القرعة تاع الثمون تاع الربع، مشكلة حتى بأنه كيكون محظوظ ما كيتجاوزش وكيوصل للنصف النهائي. ما فهمتش الحظ كيلعب معاه، ولكن هو ما كيلعبش مع الحظ غوارديولا. يعني غيواجه فريق ثاني سهل بعد بورتو، ولكن سهل، ولكن فيه هالاند. هل سيتفوق هالاند الفتاك على غوارديولا وإبداعاته التكتيكية والخططية؟ ما عرفناش. هل غادي يكون هالاند اللي بين الأسماء المتوقعة لأنه يلعب السيتي، غادي يدمر السيتي قبل ما ينتقل لهم؟ ما عرفناش. مباراة غتكون دمار 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 صراحة. وبكل صراحة الأوراق يعني كاين فرق كبير بينهم، يعني الست اللاعبين اللي عندهم والمدرب والخطط باش كيلعب والابداعات اللي كيقدمهم حاليا غوندوغان مع غوارديولا، وضيف عليهم ايضا محرز، ضيف عليهم ايضا دي بروين. يعني عنده السيتي اوراق كثيره باش انهم يفوزوا على دورتموند. واش غنقول لك، يعني رسميا السيتي غتاهل بسهوله الا يلعب ثاني غوارديولا فضعصها او بيزيد يتفزلك ويخترع ويخربقها غادي يخرج. ولكن كنتوقع ان السيتي غتاهل وغتأهل، غتحسمها في الذهاب، لن تنتظر الإياب، غتحسمها في الذهاب. والمشكلة غيكون هالاند غيتألق غيسجل، هادشي مفيش شك، ولكن غتخرج لأن بكل صراحة هالاند بوحدو مع السيتي ما غيدير والو، لأن شفنا مع إشبيليا وتأهلوا بمشقة وبصعوبة وهادشي. يعني السيتي كنظن هاد الموسم هذا راه بين المرشحين أخوتي، راه المرشحين للفوز، ماشي حتى لأنها توصل للنصف ولا الربع. المهم السيتي غتأهل في مواجهة السيتي ودورتموند، يعني مواجهة حالقة، غتكون المتعة، غتكون الكرة، غتكون الفرجة. فريقين كيلعبو، كيف كنشوفو التكتيك كيلعب بدورتموند، الكرة مفتوحة، السيتي المتعة وكثرة الأهداف. محرز واش غيلعب؟ محرز حاليا كيقدم مستويات كبيرة مع غوارديولا هاد المباريات الأخيرة، واش غيطيق فيه يلعب في هاد المباراة المصيرية؟ ما عرفناش، ولكن كنظن إلا لعب محرز غيتواجه مع سانشو، غيتواجه مع رويز، غيتواجه مع هالاند. يعني مواجهة بكل صراحة عندها قيمة أخوتي، يعني شنو يتلعب مع واحد اللي كلشي كيتنبأ ليه بأنه يكون هو لاعب المستقبل والأساطير تاع أفضل لاعب المستقبل هو هالاند، ويلعب مع محرز ويفوز عليه ويسجل. فبكل صراحة غتكون يعني كيف ما تنقولوا عنوان كبير غادي يبصم في تاريخ محرز في كرة القدم. هادشي اللي كاين، بركه يكفينا تطبيل على محرز. ندوزو دابا قلنا السيتي غتأهل. المواجهه الثانيه الباير بي اس جي، وواحد المعلومه ان الفائز في مباراه السيتي دورتموند غيواجه في النصف الفائز من الباير وبي اس جي لباريس سان جيرمان. يعني بكل صراحه النهائي ديال الابطال كاين في هذا الشطر الاول اللي فيه السيتي دورتموند الباير بي اس جي. لان بكل صراحه مع احتراماتي للريال وليفربول وبورتو وتشيلسي، هذا الرباعي او بالاحرى الثلاثي السيتي الباير باريس سان جيرمان واحد فيهم هو اللي خصو يدي تشامبيونز ليغ هذه السنه، لانه هما الاقوى، هما الثلاثه، هما التوب 3 الاقوى في هذه الابطال هذه السنه بالاجماع وبحياديه وبتواضع وبواقعيه. هما الافضل من جميع المستويات. لا يغرنكم يعني الاداء اللي دارته الريال امام اتلانتا وتقول لا 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 لا, لا, لا باقي 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 الكلام كثير. المهم السيتي غتاهل، غتنتظر الفائز من باير بي اس جي. وبكل صراحه باش نمحصوا داك الشيء مزيان، الاداء اللي دارته بي اس جي امام البارسا في الاياب ما كيبينش ان غادي دير شي ريمونتادا او غادي تنتقم الاقل في الخساره تاع الكاس السنه الماضيه امام الباير. كنظن ان الباير غتعاود تقسيها للمره الثانيه، توقعي الشخصي، ولكن يعني في واقعيه كثيره. علاش الباير حاليا كتقدم مستوى كبير؟ ليفاندوفسكي، الصفقات اللي داروا صاني هذه السنه، زيد عليهم صاني، زيد عليهم ايضا لاعب اليوفي اللي تعاقدوا معاه الجناح، صفقات كثيره. يعني المدافع اللي تعاقدوا معاه بلاصه الابا، يعني كاينين لاعبين اللي بكل صراحه غيعطوا الاضافه للباير، واضافه اقوى بكثير من السنه الماضيه. على عكس باريس سان جيرمان اللي عندهم اصابات، اللي عندهم مشاكل مثل دي ماريا
العصابه اللي دخلت ليه للدار، مثل ايضا المشاكل ديال ايكاردي بغى يبيعوه، مثل ايضا المشاكل ديال نيمار. وكيل الاعمال السابق تاعو طلع اليوم او البارحه قال لهم بان نيمار اذا غيلعب مع ميسي غيلعب معاه في البارسا، ما غاديش عنده ميسي لباريس سان جيرمان. كاين مشاكل كثيره في البيت الفرنسي الباريسي، وهذا الشيء واضح بوضوح الشمس في مباراه امام البارسا الايام، لانهم كانوا تايهين، تقول لي نيمار 50%؟ لا، لانهم بدون نيمار في الكامب نو بهدلوا البرشلونه، يعني بكل صراحه الباير غتاهلوا بارتياح، لان هي في النهائي فازت بواحد، الان عندها مباراتين والباير في مباراتين راه كتكون دائما النتيجه 7-8-9. ونقطه اخرى تحدد هذا الكلام كامل اللي قلت، ان بوكيتينو اخر مواجهه ليه مع الباير خسر ب7-2 في مجموع مباراتين. ما هذه الارقام يا باير يا بافاري؟ ماذا تفعل بنا؟ انت تدمر التاريخ الكروي وتدمر متعه الكره، ولك يوم، لك يوم غيجي واحد النهار غادي نشوفو في كوب ديال باير، ولكن ماشي اليوم، ماشي مع باريس. والبرشلوني محظوظ، يعني تخيل ما يكون قصيتي لباريس البرشلوني تلقى الباير عاوتاني وانت مازال كنا فينا ننتقمو، ولكن الاحسن ماشي دابا حتى نولي الاستقرار ويولي عاد ننتقمو، ناجلو انتقامو واحد شويه. يعني السيتي غتواجه الباير في نصف النهائي، هذا توقعوا، غنقول لكم من سيتاهل للنهائي. ولكن نمشيو للشطر الثاني، الريال، عندنا الريال ليفربول، فرصة الانتقام لصلاح امام راموس، فرصة الانتقام كلوب امام الريال، ايضا انتقامية اخرى مباراة، لان الريال يعني خسرت ليفربول تشامبيونز ليغ، لان كانت تستفز باثنين على التوالي. عندنا بورتو تشيلسي، المهم مواجهة الريال ليفربول، انا شخصيا اتوقع تأهل ليفربول، لان ليفربول راح لها الدوري، ما بقى عندها علاش تلعب في الدوري، عندها فقط الواجهة تشامبيونز ليغ، عكس ريال مدريد. ريال مدريد لا زالت تلعب على الدوري وباقي مشاكل وعندهم طموح وعندهم ثلاث مواجهات مصيريه في نفس، يعني في نفس الاسبوع، ليفربول البارسا ليفربول، يعني متتاليين، يعني غيكون ضغط، غيكون عليهم واحد البريسينغ. وكنعرفوا الريال خد في هذه المتاهه تاع الضغط النفسي والعوامل ديال المباريات المضغوطه والمصيريه كتكبها او كتخسرها في واحد فواحد المباراه، فإلا خسرتها في مباراة غتخسرها في كل شيء. ليفربول حاليا مركزين، وشفناهم شنو داروا أمام لايبزيغ، وشفناهم المجهود اللي قدموا، لأن كل شيء كان متوقع لايبزيغ غادي يتأهل مع المدرب نيجلزمان الشاب، ولكن كلوب فعلها، لأن يعني ما بقى عندهم ما يخسروش. شفنا أن صلاح بدا كيتفاهم مع ماني، وهذه كانت مشكل كبير جدا. الغيابات اللي كاينين، الريال عندها هازارد، ليفربول يكون عندهم هندرسون، يكون عندهم فان دايك، يعني لاعبين ماشي كثار. كنتوقع شخصيا ليفربول غدوز باش تنتقم، وصلاح غيكون ليه الدور الكبير في التأهل هاد السنه، غيكون ليه دور كبير، لان يعني ما نساش ما دافع على بيراموس، وفرصه للانتقام. يلا صلاح بين لينا. بورتو تشيلسي، اتوقع تشيلسي، وبكل صراحه ماشي كنتوقع حيت بورتو استهنيت بورتو، لا بورتو تستاهل ايضا تتأهل، وشفنا اللي قدمت امام اليوفي، وعندهم لاعبين وعندهم دفاع وعندهم مدرب محنك، ولكن هذا المجهود اللي كيديروا هذا المدرب الالماني توخيل مع تشيلسي، وشفناه انا مع اتلتيكو مدريد اللي كلشي كان كيطبل ليه في بدايه الموسم، فريق السنه وغادي ابدع اتلتيكو مدريد، ربما يفوزوا بالتشامبيونز ليغ السنه، شفنا ما دار والو، وشفنا رجعوا توخيل تشيلسي، رجعوا تشيلسي قد هكا، رجعوا اتلتيكو مدريد صغيره، حجموها لهذا المستوى هذا، يعني فما بالك بمباراه بورتو. انا كنتوقع تشيلسي غتاهل بارتياحيه ايضا، لان بكل صراحه المحظوظين في هذه القرعه عندك تشيلسي وعندك سيتي، لانهم الفرق اللي في المتناول، ولكن لو كانت بورتو تحت مع دورتموند والسيتي مع تشيلسي كان غيكون كلام اخر، ولكن هادشي اللي كان. يعني نصف النهائي غتكون عندنا السيتي ضد الباير، غتكون عندنا ليفربول ضد تشيلسي، واذا ركزتم جيدا الفرق الانجليزيه متعملقه ومسيطره على تشامبيونز ليغ، يعني السيتي في الشطر الاول مع الباير، ليفربول مع تشيلسي، يعني مواجهه انجليزيه حاميه الوطيد بما تحمل الكلمه، يعني غنصدمكم وغنقول لكم بلي تشيلسي غتكون في النهائي في الشطر الثاني، غتأهل على حساب ليفربول. نعم يا حبيبي، تشيلسي ستأهل للنهائي، وقلت لكم امام اتلتيكو مدريد، قلت لك تشيلسي هاد السنه الى القرعه خدمتها غتكون في النهائي، ولما لا تقدر تجيبها بشي عوامل ديال بيلانتي وصول ضربات جزاء، تقدر تجيبها تشيلسي، تقدر تكون اول سنه لتشيلسي بعد غياب طويل ايامات دروغبا وجيب تشامبيونز ليغ لما لا. المهم تشيلسي غتكون في النهائي على حساب ليفربول، وتذكروها جيدا جيدا ولا تنسوها من بالكم. الباير امام السيتي، انا بكل صراحه الرعب اللي كتقدموا الباير والمجهود اللي كتقدموا هذه، كلشي غادي يقول ان الباير غتاهل للنصف النهائي، ولكن لا، انا بكل صراحه كنتوقع السيتي غتاهل. علاش السيتي غتاهل؟ السيتي غتاهل لان غوارديولا وصلت للمرحله ديال ان صافي الطموح ديالو هو حسم الدوري، والتركيز ديالو كامل على تشامبيونز ليغ هاد السنه، ما خصوش يخسر، ما خصوش يخرج،
وشفنا شنو كي يعني ما بقاش كي كيرجع للدفاع ولا ديك اللعبه ديال كتشوف ان الدفاع عنده ولا سيء. لا الدفاع ولا عنده اسطوري اخوتي ومتماسك ولو كيتقاتلوا الهجوم عنده زوين الوسط كيسيطر كرة القدم ولا كيلعب كل مباراة بطريقة يعني ما كتوقع شنو غيلعب وكي ولا كيقرا الخصم قبل ما يلعب مع المباراة عكس ما كان يفعل في الماضي كان كيدخل بنفس الطريقة كاع المباريات. دابا لا حاليا لا كيقرا الخصم مزيان وكيلعب بالخطة المضادة ليه. هذه ميزة جديدة زاد غوارديولا بكل صراحة. كنتوقع السيتي غتخسر بايرن كنتوقع غتخسرها بشي طريقة اللي سيناريو غيكون دراماتيكي 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 وما ما تعرفوا هاد السنه نكون انا يعني برنس للتوقعات نكون امير التوقعات ونحسمها. سيتي ضد تشيلسي في النهائي تذكروا جيدا نهائي انجليزي بطعم ليفربول انا ما توتنهام تذكروها جيدا تشيلسي ضد السيتي نهائي تشامبيونز ليغ 2021 مباراه انجليزيه ستكون مدمره وبكل صراحه نتوقع ديال تشيلسي علاش لا المغربي زياش تكون ليله تطبيليه الى الصباح ليله تطبيليه الى الساعه فيديو غيكون فيه 20 دقيقه تطبيل 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 زياش ولا بدات السيتي نطبلو شويه المحريز ونبكيو شويه على زياش. هادشي اللي كان تذكروا توقعي وما تنساوش السيتي ضد تشيلسي نهائي تشامبيونز ليغ 2020. ندوزو بسرعه لاوروبا اللي قلنا النتائج ديالها ونعطو التوقعات. مواجهة الأولى غرناطة مانشستر يونايتد مانشستر اللي قصد أسي ميلان البارحة بهدف بوكبا اللي دخل وحسم المباراة في مباراة أيضا دراماتيكية بواحد واحد الدرجة ما تصوروهاش مملة إلى أن دخل بوكبا. غرناطة مانشستر يونايتد عندنا أرسنال سلافيا براغ عندنا أياكس ضد روما وعندنا دينامو زغرب في ريال. المواجهتين اللي صعبتين هما غرناطة مانشستر أياكس روما لأن بكل صراحة كنشوف أرسنال تأهل بسهولة أمام سلافيا براغ كنشوف في ريال تقدر تقصي دينامو زغرب تقدر تقصيها يعني والمشكلة نفس طريقة الأبطال يعني نفس طريقة أبطال أوروبا أن غرناطة مانشستر يونايتد وأياكس روما هما اللي غيلعبوا المتأهل الفائز بينهما هما اللي غيلعبوا النصف. ما فهمتش علاش الفرق الصعبة كيتقصاو في النصف يعني غيخرجوا في النصف بيزيا كتخرج في النصف دورتموند غتخرج يعني البايرن غتخرج في النصف الصعبين طاحوا في نفس الخانة وفي نفس الشطر ما فهمتش علاش وغيتواجهوا في النصف. المهم مانشستر غتأهل على حساب غرناطة باش ما نتعطلوش. مانشستر هاد السنة هادي حتى هي الدوري راح مركزة على اليوروبا اللي خصها تفوز بها باش تكون الموسم المقبل في الشامبيونز ليغ. غرناطة ضد مانشستر غدوز لمانشستر يونايتد عندنا ارسنال ضد سلافيا براغ غدوز الارسنال عندنا اياكس روما هذه المباراه الصعب التوقع لان اياكس كتبصم على موسم اسطوري اخر مع ذلك المدرب ما اسمه المدرب الهولندي اللي بغى يتعاقد مع البارسا. المهم الاصلع ضد روما ايضا اللي ما عندها ما تخسر لان الدوري الايطالي خلاص راح منها وعندنا دينامو زغرب وفياريال. فياريال ستتأهل ستواجه ارسنال نصف نهائي ارسنال مع فياريال والنصف الاخر مانشستر يونايتد واتوقع صراحه اياكس اتوقع مانشستر يونايتد ضد اياكس والنهائي النهائي سيكون ايضا انجليزي مانشستر يونايتد ضد ارسنال الانجليزي يا حبيبي. نعم ويكون شويه تطبيل عاوتاني واخا التطبيل كينهرني في مانشستر ولكن لما لا يكون شويه التطبيل المصري في اليوروبا ليغ التطبيل الجزائري مغربي في الشامبيونز ليغ وهادشي اللي كان اخوتي نهائي الاوروبا تشامبيونز ليغ عندنا للسيتي ضد تشيلسي وعندنا اليوروبا ليغ مانشستر يونايتد ضد ارسنال نهائي انجليزيين اخوتي توقعي سجل هذا التوقع ولا تنسوا اول شخص يتوقع نهائيين انجليزيين هذا السنه اذا حصلت فان شاء الله تحصل ونطلعوا في فيديو ونقول لكم لا توقعنا بطريقه ما توقع بها ولا احد قبلنا. هادشي اللي كان اخوتي الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله. كان معكم يوسف من قناه تكتيك يوسف. السلام عليكم.